عليكم. كي دايرين؟ لاباس. اهلا وسهلا. لاباس عليكم. على بالي. كي دايرين؟ فريقه ورفيقات السي علي يعتا كلهم امل ان يكون رجالات ونساء وكلاء في المستوى المطلوب. بلا ما نهضروا على الزمن القديم نهضروا على السنوات الاخيره، وكان عندنا تمثيليه في واحد العدد ديال الجماعات، وعندنا تواجد حزبي نضالي، لكن اليوم نحن نعتز باننا درنا واحد الخطوه اقوى الى الامام من خلال قوية الهياكل ديال الحزب في عام، لكن من خلال اساسا اننا نعتز ونفتخر بالرعية اضافة لما يمكن ان يقوم به على مستوى محلي، بالطبع لقيادة الحملة بالنسبة كذلك للانتخابات الجماعية، انتخابات الغرف، انتخابات ديال الجهة، انتخابات ديال اللائحة النسائية الى غير ذلك، ثم مجلس المستشارين. وكما تلاحظون حزب التقدم الاشتراكية اليوم من خلال هذا المجهود ومن خلال التواجد ديال الرفيق يوسف بايزيد كيشكل ورقة من الأوراق الأساسية اللي غتدخل لهذه الانتخابات. وما نريده نحن هو فقط أن نعمل من أجل الرقي بهذا الإقليم الذي يستحق بكل جماعته بعاصمته الجديدة، لكن كذلك بمختلف جماعته، وما غنذكرهمش لأن غننسى شي وحدة وبالتالي غنرتكب شي خطأ. فلذلك ما نتمناه هو أنه حزب التقدم الاشتراكية يتمكن أن تكون له المكانة اللائقة به خدمة لمصلحة هذا الإقليم، وبالطبع بالنسبة كذلك للاستحقاقات الوطنية اللي مطروحة، خدمة لما ينتظره شعبنا من تعميق للمسار الديمقراطي، من رقي اقتصادي، ومن عدالة اجتماعية ومجالية. كلمة أخيرة سي عبد الرحيم وسي بيض، شنو نقول لهم؟ نقول لهم الرسالة ديالك للمناضلين ديال جديدة. لا 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 اليوم الحزب من خلال الرفيق عبد الرحيم ككاتب إقليمي يتعين أن يكون موجود كأرضية صلبة لدعم المعركة الانتخابية اللي غيقودها الرفيق يوسف بايزيد، هكذا يمكن أن ننجح في هذه العملية. السيد الأمين العام، هل يعتبر الإعلام شريك أساسي بالنسبة للاستحقاقات المقبلة؟ الإعلام ما نتمناه هو أن يتعامل بشكل إيجابي بحثاً عن مشاركة أقوى للشباب، لأن معكم خصكم تعطيو واحد الصورة. حنا عارفين كاين مساوئ، حنا عارفين كاين أمور سلبية وكاين انتظارات، لكن في نفس الوقت راه النقد فقط اللي كنشوفوه في واحد العدد ديال المسائل الإعلام، النقد فقط والرفض فقط لا يفيد. اللي غيفيد هو دفع المواطنات والمواطنين إلى المشاركة وإلى الاختيار الأنسب. وبالنسبة للجديدة تأكدوا، كنقول لكم بكل اقتناع أن أحسن اختيار هو حزب التقدم الاشتراكية، هو الكتاب، هو يوسف بايزيد بالنسبة للبرلمان، وكل المرشحات والمرشحين ديالنا بالنسبة لكل المحطات الأخرى من غرف ومجالس جماعية ومجالس إقليمية وعملات ولائحة جهوية ولائحة نسائية ومجلس المستشارين، لكل في كل هذه الفضاءات نتمنى أن يكون تجاوب مع حزب التقدم الاشتراكية ومع الكنيسة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.